السيد مصطفي العمار، وبكونك معنيا اصلا بملف الهجره، فضلا عن انك مهاجرا عربيا منذ عده سنوات او سنوات بعيده في المانيا، كيف تنظر شخصيا وسياسيا الى تاثير صعود الاحزاب اليمينيه في اوروبا وبالاخص المانيا؟ طبعا هذا موضوع جدا شائك ومعقد. حتى انا عندما استلمت ملف لجوء الهجره في حزب السيد المستشاره سابقا ولا زلت الى الان مسؤول ملف اللجوء والهجره، لدينا هنا تقريبا التركيز هو على كيفيه ايضا دعم المهاجر، ايضا ان يكون المهاجر لديه نصيب مثله ومثل ايضا الالماني من اصول المانيه. نريد ان يكون ايضا المهاجر ان يكون له ايضا حظوظ في ان يكون يشغل نفس المناصب، ان يكون لديه ايضا سهوله بالتنقل، ان تكون له ايضا معامله نفس معامله الالمان والى اخره. وهذه الامور هي ليست جديده وانما كانت منذ زمانات، لكن الجيد في موضوع الهجره السيده المستشاره سابقا عملت او غيرت الخارطه الانسانيه للاتحاد الاوروبي باكمله عندما فتحت الابواب في عام 2015. انا عندما يعني جينا هنا كمان مهاجر ايضا كنت لاجئ، وعندما وصلنا الى المانيا في زمانات قبل تقريبا 25 سنه تم يعني سحب والدتي من غرفه العمليات وتسفيرها. كانت معامله ليس بانسانيه بهذاك الوقت على ايام شرودر، جيرارد شرودر في الحزب الاس بي دي، والاس بي دي هو حزب معروف يعني على اساس انه اشتراكي ويساري والى اخره، وانه ما حقوق ليس حزبا يعني يمينيا، وليس حزبا يمينيا. لكن في هذا في الزمانات الماضيه مع العلم انه العراق كان يمر في حرب، يمر ايضا في اضطهادات والى اخره، لكنه تم ايضا معاملتنا كمعامله يعني جدا قاسيه، و كانت لا توجد هناك لدينا اي مثل ما تقول يعني نصيب فيما يسمى حقوق الانسان. الان نحن نعيش في اجواء تغيرت كثيرا، لان اوروبا لا تستطيع ان تستغني على موضوع عن ملف الهجره. اوروبا تحتاج الى مهاجرين مثلها مثل كندا، مثل الولايات المتحده الامريكيه، لان ايضا المهاجرين هنا لهم دور ولهم نصيب كبير كان في دعم هذه البلاد وبنائها منذ الحرب العالميه الثانيه والى اخره، الاتراك والايطاليين وغيرهم. لكن انا مع أن تكون هناك خطط وأن تكون هناك أيضا تعاون مشترك، أن لا يكون هنا اللاجئ يعني يواجه صعوبات ويموت في البحر ويكون أيضا عرضة للمهربين ويتم أيضا النصب عليه ويتم أيضا اغتصابهم في الغابات وإلى آخره وقتلهم. يجب أن يكون هناك أيضا تبادل مشترك، يجب أن تكون هناك فعلا يعني استراتيجية في القريب العاجل. للأسف اليمين المتطرف استعمل الشعبوية لأنه يعتمد على الشعبوية حتى يغذي أجندته، فكان يعني منذ 2015 عندما عمل حملة بجدة التي هي مناهضة للإسلام بأنه يعتبر كل مهاجرين عبارة عن يعني إرهابيين وإلى آخره للأسف. لكن اليوم نرى هذا الشيء مختلف، الكثير من المهاجرين لديهم أماكن جيدة ساعدوا في أيضا وضع استراتيجية، الحكومة الجديدة فيها أكثر من أصل مهاجر يعملون في الدولة، فهذه الأشياء هي مفرحة. لكن أيضا هناك أشياء وهي اعتبرها أنا عبارة عن ماينوريتي اللي هي عبارة عن أقلية. نعم. صحيح يوجد هناك الإسلامويين المتطرفين، يوجد هناك الإسلام السياسي، يوجد هناك العديد من العناصر المجرمين وغيرها، تجارة المخدرات وغيرها للأسف أيضا هذه تعتمد على المهاجرين. لكن مثل ما ذكرتك دائما اليمين المتطرف يحاول أن يسلط الأضواء على هذه الأمور ويترك الأمور الجيدة التي من أجل أن يجد فرصة بالتأكيد. نعم. في الانتخابات. نعم. ليربح. نعم. الانتخابات. أشكرك شكرا جزيلا من برلين، كنت معي السيد مصطفي العمار السياسي الألماني عضو مجلس أمناء الحزب الديمقراطي المسيحي.